يلا هو وانس تو ستارت. أنا أستاذ. يلا يا جنى، يلا يا جنى. طيب جنى، قبل ما نبلش بالاميونولوجيكال ميموري، اوكي ليتس ريفيو ا ليتل. أوكي. تمام، if a virus enters the body what happens? tell me what happens يا جنى. اول ستيب إنه بيصير إنه التي فور سيلز بيعرفوا إنه في قبل، مين بده يقول الجسد له للتي نفسه. فور سيلز؟ مين بده يقول لهم؟ الماكروفاج كيف بدها تقول لهم الماكروفيج؟ كيف بدها تخبرهم عن هالفيروس؟ بتعمل لهم بريزنت جنب ال MHC للأنتيجين. لا اقدر اعمل له بريزنت، شو لازم اعمل قبل؟ فاجوسايتوزيس. ايوه لازم نعمل فاجوسايتوزس لهيدا الفيروس، نعمل له digestion, take a piece and present it on MHC. صح؟ yes ال 1 ولا ال 2 صحيح. يا جنى؟ الماكروفاج ام اتش كلاس 2 ام اتش آه سي كلاس 2. أحسنتي أحسنتي، برافو عليكي. فإذا MHC class 2 presented. طيب now specific T4 will identify it. صح؟ صح. and becomes active. طيب then it divides into two group. مظبوط؟ yes one yes group long lived or short lived. long lived هن الميموري، yes الشورت ليفد اللي بيعملوا اكتيفيشن باي انترلوكين 2 انترلوكين 4 للسبيسيفيك بي ليمفوسايت وسبيسيفيك تي 8 او تي سي. صح؟ yes طيب البي ليمفوسايت ناو ستارت ديفايدنج، جروب منهم بيتحولوا الى بلازما سيل ذات سكريت انتي بوديز، الجروب الثاني بيتحولوا الى شو؟ الى ميموري بي سيلز. تمام؟ yes اوكي، التي 8 او التي سي كمان ديفايد اند بيكم تو جروبس، جروب ستارت سيرشينج فور انفكتد بودي سيلز اند كيل ذيم، وجروب بيصير اسمه ميموري تي 8 او تي سي. مظبوط؟ yes اليوم يا جنى our work is on the memory cells of the three groups. عندك ميموري تي اتش، ميموري بي سيلز، ميموري تي 8 او تي سي. اليوم رح نحكي عن هول وشو اهميتهم. تمام؟ فاليوم شغلنا ميموري. yes خلينا نشوف اول اكسبيرمنت وات هابند ان ات. تعال نشوف شو صار عندك باول اكسبيرمنت. جبنا اول شيء هيدا الرابط المسكين، شو عملنا له؟ أعطيناه تيتانوس توكسين تيتانوس توكسين، قام شو صار له؟ مات. مات. طيب اطلعي عنده بالبلاد في شيء انتي بوديز؟ لا لا، يعني معناتها التوكسين كيل ذا رابت before its body synthesize any antibodies. صح؟ yes يعني معناتها الاميون سيستم عنده ما لحق يشتغل ليقدر يعمل اكتيفيشن ويبدا يصنع شو؟ antibodies. صحيح. طيب جينا على الرابط الثاني الحلو هيدا الوايت، شو اعطيناه؟ كمان تيتانوس توكسويد بس. تيتانوس توكسويد. رجعنا بعدين اعطيناه تيتانوس توكسين. ليكي كمية الانتي بوديز عنده قديش؟ وصلت مثلا لل1، ما هيك؟ يس افتر 2 ويكس. صح؟ يس. طيب رجعت اعطيتيه تيتانوس توكسين افتر 6 مانث، يمكن انه عنده الميموري شغالة فقدرت ترجع بطريقة أسرع تطلع أنتي بوديز. يا سلام عليك يا جنى، خلص الدرس. وي فإذا يا جنى كمية الأنتي بوديز قديش وصلت؟ لل 2 أكثر من 2 كمان أنا شايفها. يس من 3 كماكسيموم تقريبا. وصلت لل 3 تقريبا. يس والتايم قديش؟
الماكس وصلت له بي 1 ويك. بي 1 ويك يعني انت هون فيك تقولي لي السكندري او سكند اميون ريسبونس واز مور افيشنت اند فاستر مور افكتيف اند فاستر. فاذا لما رجع اجى التوكسين مره ثانيه بعد التوكسويد مثلا حتى بعد 6 مانث تخيلوا بعد 6 مانث كانت ردة الفعل اسرع واقوى. ردة الفعل كانت اسرع واقوى. فهون أهمية الميموري، هون أهمية الميموري سيلز. اوكي فلما قال لي هون انتربريت فانا رح اجي اقول له هون انه بالبارت A رح اقول له هون rabbit 1 dies before producing any antibodies after the injection of tetanus toxin indicating that tetanus toxin caused rapid death of the rabbit and animal was not immunized ما كان محصن against tetanus toxin against tetanus toxin. بينما لما قال لي interpret للإكسبرمنت 2-1-I the indication should concern a relation ما بين التوكسويد وما بين الريزلت. يعني لازم اذكر التوكسويد بال this indicate. فشو رح اقول له انا هلا هون؟ رح اقول له انه after injecting rabbit 2 by tetanus toxoid it survived and started producing antibodies after 1 week to reach a max 1 AU at 2 weeks while it decreases to null at 3 weeks. At week 3, indicated that tetanus toxoid stimulates the rabbit to release moderate amount of antibodies for a limited time. خليني طلع كمية من الانتيبوديز ولكن كمية limited for a limited time. بينما بالإكسبرمنت 2i وجاي أنا هلأ أعمل interpretation هون بقول ساعتها رح أقول هون after injecting rabbit 2 by tetanus toxin after 6 months of injecting tetanus toxoid it survived and started producing antibodies in 2 days to reach max of 3 AU in the first week, then decreases slightly with time to reach 2 AU at 3.5, then remain constant. خلصنا analyze. This indicate that tetanus toxoid immunize, يعني عطاء immunity, عطاء memory cells, against tetanus toxin by stimulating it to produce high amount of antibodies rapidly. High amount of antibodies rapidly. شفنا الفرق ما بين الحالة 1, 2-1i, 2-2i. We see the difference now. واضحة للجميع؟ شو صار؟ Yes. التوكسين لحاله killed the rabbit. Toxoid made the rabbit make antibodies 1 AU for 3 weeks بس. بعدين decreased تقريبا to null. التوكسين again to the same rabbit خلاه يعمل antibodies 3 AU بعد 1 week بس ورجعت نزلت الانتيبوديز بس دلت عنده بالبلد 5 weeks بعد اول amount كانت 2. فاذا كتير مهم عملية شو؟ عملية الميموري. الميموري سيلز اللي هن الميموري تي اتش ميموري بي والميموري تي سي سيلز. اوكي كلير واضحه للجميع يا جماعه فور ايفري ون. طيب جنى خلينا نكمل لنشوف شو صار معنا تحت. draw out an important property of the immune response here. شو كان عندي property مهمة كconclusion؟ كconclusion كان عندي
ميموري. ككونكلوجن هون عمل لي نوع من الميموري. اوكي وضحت؟ Yes. ممتاز. Very good يا جنى. Very good. طيب بدنا نعمل هلا تيبل عن هيدا الجراف. بتكفي انت يا جنى ولا بنشوف حدا؟ ما عندي مشكلة استاذ. او اللي بيناسبك. ما انا كمان ما عندي مشكلة. في عندنا كثير متطوعين. بنشوف المتطوعين. كلهم رافعين ايدهم. بين عليكي كيف كلهم رافعين ايدهم؟ يس. انا ما شايف ولا ايد. استاذ لانك فاتح لهم المايك. انا ما فيهم ساعتها يرفعوا ايدهم لو فاتحين المايك؟ بلا. استاذ مريم متطوعه دائما. ما انا هذا هو المشكله. انا ما بدي مريم كل مره يتكلوا هن علي. بدي حدا تاني هو يتشجع ويبلش. طيب بس تكفي بس ممكن ما اعرفهم يعني. لا ما في مشكله، ما في مشكله. اذا ما حاولنا ما بنتعلم. طيب بال 2 1 اي يا جنى الريسبونس كان برايمري ولا سكندري؟ شو يعني؟ اول مره بيشوفوا للتوكسويد ولا شايفوا قبل؟ لا برايمري. برايمري، فاذا بنحط اكس تحت برايمري. طيب اذا yes. بدك نمشي ككولم كولم مشان نعمل كومباريزن دغري. بال 2 2 اي برايمري ولا سكندري؟ لا سكندري. سكندري لانه هون بيشوفوا للمره الثانيه. يس. طيب بال 2 1 اي قديش كان الليتنسي؟ يعني قديش المده لو وصلت انا الديلي لبلشت اعمل انتي بوديز؟ ما بعرف تكتب منهم. اوكي برجع بطلع لك الصوره لفوق، ما مشكله. انا فكرتكم عم تكتبوا الانسرز. طيب لا بعدين. اوكي بعد قديش لبلشنا نشوف الجراف بلشت تطلع؟ after one week تقريبا. one week تمام. وعند التو دغري بعد يمكن one day one او two days. اها yes. فاذا اسرع. طيب الديوريشن yes. لو وصلتي للماكسيم الديوريشن قديش ضاين عندك الانتي بوديز؟ اول واحد ضاين تقريبا 2 ويكس. 2 ويكس وبعدين بلش ينزل. بالثاني ما بنعرف قديش لانه ضل وما نزل. ضل يعني قديش مبين علينا؟ هي 5 ويكس. 5 ويكس ضاين 5 ويكس هون. اوكي كميه الانتي بوديز الماكسيموم باول واحد الماكس هي 1 تمام وبال 2 اي هي 3. هذا هو هيدا هو. اوكي ماشي الحال؟ يس. فما تقولي عن شيء ما بعرفه قبل ما تجربي فيه. هو لانك فسرت لي لان في كم كلمه ما كنت عارفه شو بدي اعمل فيه. معلش معلش. وبالرغم من ذلك بنجرب. صحيح. اوكي ثانك يو يا جنى. ويلكم استاذ. فاذا شفنا نحن هلا لكن عملنا كومباريزن ما بين the primary response وما بين the secondary response. The primary when we see the toxin for the first time سواء كان كتوكسين أو توكسويد ما بيأثر أو secondary response when we see it for the second time. Okay when we see it for the second time. فإذا this is very important now. Okay to know the difference between a primary response or between a secondary response. طيب. Okay. Any question by anyone? Any question by anyone? طيب. Okay. Justify the following statement. يعني بدي حاول اثبت هلا هي صحيحه بس بدي حاول اعطيها مثل انه evidence انه second response is more amplified يعني اقوى
than the first response. Amplified يعني increased. Okay, increased. طيب هل مظبوط ان second response هو more amplified اقوى من first response؟ هل هالشيء مظبوط؟ طيب ليش يا صبحية مثلا second response more amplified than the first response؟ يلا يا صبحية where are you؟ Why قلنا second response is more amplified than the first response. Who can read the answer? No problem. تفضلي. Since the second response produces 3AU antibodies, which is more than the first response, which produces 1AU, then the second response is more amplified than the first response. The second وصلني إلى 3AU, بينما the first response وصلني إلى 1AU. معناته the second is stronger, more amplified, أقوى. طب إذا عملت هلا أنا compare the time needed for the production of antibodies between the first and the second response. The second response أسرع. أكيد أكيد the second response much faster. Yes. تمام؟ Second response is much faster than the first one. The time needed to produce antibodies in the first response is 1 week. Which is more than the second response, which is 2 days. We conclude that the second response is faster than the first response. Type identify the response that has a more prolonged protection, يعني more durable. مين ضيّني فترة أطول؟ كمان the second response. كمان the second response. لأنه بعد the first response, بالfirst response, بعد 1 week بلشت the amount تنزل. هنيك لا. تماما. Since the first response lasts for only 2 weeks, which is less than the second response, which lasts more than 5 weeks. Then the second response has a more prolonged protection period. تمام؟ يعني هون صار عندك نوع من الميموري سيلز. اوكي. طيب، بعد ما عملنا نحن هل experiments أو خليني كملها وبعدين بحكي بهال experiment referring to your acquired knowledge هلا لشي نحنا حافظينه explain the long delay needed in the primary response ليش بالprimary صار عندي delay أطول ليش برأيكم أول مرة الجسم بيتعرف علي يعني فإذا بدي تايم لشغل الماكروفيج وارجع شغل التي فور أوكي فإذا I need time because there is time needed for macrophage to recognize the toxin phagocyte it then transform into APC شو قلنا الـ APC معناته مين بيذكرني the meaning of the word APC هذا السي دي اللي بيصير على الستيمولات للتي 4 لا نحن سميناها antigen presenting cell yes to stimulate T4 which needs time to multiply and differentiate to become interleukin secreting cell which release interleukin 4 stimulate B cells and multiply and mature way to become plasmocyte بينما نعمل start producing antibodies فإذا بدي كتير time لبلش إني طلع antibodies من المرحلة الأولى أما شو هو ال effective response أي واحد منهم هو ال effective response أكيد هو second yes since the second response is faster
more amplified and last for a long time, more than 5 weeks, then the second response is the effective response. Okay. Using your acquired knowledge, Kamen Hon, explain origin of this effectiveness in the chosen response. ليش السكند هو more effective بحسب نحن شو حافظين؟ لأنه بسبب وجود مين؟ شو اختلف عندي؟ Due to the presence of memory cells produced in the first response. For cells now acquire an immunological memory. صار في عندهم نوع من ال memory مشان هيك ال response can faster. طيب هيدا ال immune response هون كان humoral ولا cellular؟ يلا هون استاذ كان هي مورو ليش الخاص بالبي الانفصال لانه عم بيشتغل مع انتي بوديز يس عم بيشتغل مع انتي بودي سينس انتي بوديز ار ذا مولكيولز ذات ار سيكريتد اجينست تيتانوس توكسين ذن ذا ريسبونس سبيسيفيك هيومورال ميدييتد اميون ريسبونس تماما لما بيشتغل مع انتي بوديز يعني هيومورال لما بيشتغل مع انفكتد بودي سيلز و T8 يعني cellular mediated. طيب rabbit 2 in experiment 2 survived even with the injection of the fatal tetanus toxin. What can you conclude concerning the type of immune therapy against applied on this rabbit? Okay, نحن عملنا له نوع من شو اللي خلاه survive. استاذ هذا بيكون مثل نوع من الفاكسين نوع من الفاكسين فاذا هيدي هي الكونسبت اوف فاكسينيشن هيدي هي الكونسبت اوف فاكسينيشن نحن بنعرف البودي على الفاكسين على التوكسويد so when the normal toxin enters it cannot harm the body anymore okay it cannot harm the body anymore فهيدي هي فكرة الفاكسين فهلا اللي معه كورونا اللي اصيب بالكورونا وصح منه صار عنده ميموري سيلز ضد الكورونا فهل هو بهالحاله بحاجه للفاكسين اللي بدهم يجيبوه؟ لا استاذ بيكون مثل اخذه تقريبا ثيوريتيكلي لا ثيوريتيكلي نو فكل مين صح من الكورونا ثيوريتيكلي ما حيكون بحاجه للفاكسين لانه already he has memory cells يلي بتقدر تعمل له immunity against the virus if it enters his body again بس هون بتكون تشوفوا دور الميديا هيدا هو اللي عم يقولوه هن يا تحسين انه الكورونا بده يتطور كرمال شو كرمال يبيعوا الفاكسين للكل ما تيجي تقول له انا والله ما بدي الفاكسين لانه خلص انا صحيت من الكورونا يعني صار عندي immunity تمام؟ هيدي هي الفكرة فكرة الميديا هلأ هون هي اللي عم تلعب دور فأنت يا تحسين لما بدك تبيع برودكت عندك يا أنت عامله أنت بهمك يشتري أكبر عدد من الناس من هيك شو بتروح بتعمل؟ بتدفع للمحطات ولشركات الإعلان أنه روجوا لي لهيدا المنتج فكيف؟ بيطلعوا لك بقى هالقصص هيدي تبهت اوكي فوضحت الفكره وين انه كيف انا عم بستعمل التوكسويد بالفاكسينيشن يعني فعليا الفاكسين هو عباره عن شو عباره عن ديد فايروس او عباره عن قطعه من الفيروس يعني اي شيء مناسب لانه الاميون سيستم يتعرف عليه ويعمل ضده ميموري سيلز اوكي الاميون سيستم يتعرف عليه ويعمل ضده ميموري سيلز طيب another rabbit 3 is newly introduced in the experiment اوكي جبنا هالرابت 3 هيدا جديد بعد ما شايف التيتانوس
واعطيناه. أستاذ، نعم هلا لما الجسم بده يتعرف على مرض، شو بتعرف يعني هذا المرض، شو بتعرف على ال DNA تاعه يعني؟ جنى، تعطيلي الشابتر كله، شو بدي أسوي الشابتر كله؟ راح الشابتر كله. شو قلنا عم نحكي من اول تشابتر؟ نحن الجسم بيتعرف على شو؟ على قطعة من هيدا الفيروس، يعني على البروتين يلي عنده. بدنا بارت خارجية، نحن ما بدنا بارت داخلية. ما بتعرف على شيء داخلي كمان؟ انتبهي، لما الانتي بوديز بده يعمل بايند، بيعمل بايند من برا ولا من جوا؟ من برا. من برا، يعني انا بدي قطعة خارجية. يا اوكي، اوكي، وانا ما بيهمني اتعرف على الدي ان اي اذا قدرت اتعرفت على البروتين، لانه انا بيهمني خلص الايدنتيفيكيشن لإله. اتعرفت على البروتين خلص بكفي اني اقدر نشط البي ليمفوسايت تي ليمفوسايت، يلا دوروا عليه وخلصوني منه. بس لأقدر اتعرف على الدي ان اي مشكله. بتعرفي ليش؟ لانه الدي ان اي نحن هو كومن بين اول ليفينج ثينجز، كلياتنا عندنا دي ان اي اي تي سي جي، فصعب تقدري تعملي له ايدنتيفيكيشن هون للدي ان اي، خصوصا هو مخبى جوا. يس. فانت هدفك بس تلقطي شيء من برا، اوكي، لتقدري بعدين تكتشفيه بسرعه، ايه اوكي. تكتشفيه بسرعه. ما ممكن يكون مرض عنده نفس البروتينز من برا، ما هيك؟ ممكن يتشابهوا ببعض البروتينز بس اكيد عندهم اختلافات. هلا انت اذا من حظك اذا هن الاثنين عندهم بروتين مشترك، ساعتها ما ضروري يرجعوا يتعرفوا علي. ساعتها انه اذا تعرفتي على واحد منهم تعرفي على الثاني. بس اذا ايه اوكي. بتتذكري لما ذكرنا كلمة الابيتوب، ذاكرة لما قلنا الابيتوب اللي قلنا هو جزء من الانتيجين، يس. فانت بنفس الفيروس او بنفس البكتيريا ممكن تتعرفي على اكثر من ابيتوب، يعني تعملي اكثر من ميموري سيلز، اكثر من نوع. هيدي كمان ادفانتج لنا. يس. يعني تخيلي البكتيريا مثلا عندها على السيرفس 4 بروتين مثلا، واحد شكله سكوير، واحد تريانجل، واحد هاف سيركل، وواحد لنقول مثلا ريكتانجولر. إذا الماكروفيج اللي عندك قدروا عملوا لي بريزنتنج للأربع أنواع، يعني أنت نشطتي 4 جروب من البي ليمفوسايت ضد نفس البكتيريا. انتبهتي كيف الفكرة؟ Yes. فهيدا كمان بيعطيكي أنت ادفانتج ومور افكتيفنس. نخلص منها بطريقة أسرع. لكن طبيعي كل ما تعرفت على ابيتوبس اكثر، كل ما كانت المحاربه عندي اقوى واسرع. بس نحن هون هلا عم نحكي او عم نميز ما بين الفيرست تايم والسكند تايم. اوكي. اوكي؟ طيب هيدا الرابت 3 اللي اعطيناه التوكسين مباشره قبل ما نعطيه التوكسويد، قبل ما يموت جينا اعطيناه سيروم، يعني ليكويد من البلاد from the vaccinated rabbit 2. يعني جبنا الرابت 2 يلي كنا عاطينه اول شيء توكسويد بعدين التوكسين وعاش، اخذنا من البلازما اللي عنده سميناها سيروم هلا، واعطيناها لهيدا الرابت قبل ما التوكسين يقدر يقتله. قام شو صار؟ قام هيدا الرابت عاش. ليش برايكم عاش؟ استاذ لانه هو السيروم خاصه بالبي ليمفوسايت. السيروم هو الليكويد تبع البلد. ايه بعرف، بس انه نحن من كم يوم كنا عم ندرس انه بس يكون خاصه بالسيروم ايه يكون البي ليمفوسايت، طيب بس هو السيروم. طيب السيروم شو بيحتوي هون؟ انتي بوديز. برافو يا جنى، احسنتي. بيحتوي انتي بوديز عاملينهم البي ليمفوسايت وبعدهم باقيين بالسيروم. فلما اخذت السيروم انا واعطيته اياه مباشر لهيدا الرابت، فقدرت لحقته وقتلت التوكسين قبل ما شو اسمه يقضي عليه ويموته للرابت. تمام؟ فاذا هون the rabbit will survive.
ليش؟ لأنه السيروم بيحتوي على أنتي تيتانوس أنتي بوديز survive لأنه it received serum that contain anti tetanus antibodies that neutralize this toxin. اوكي لما بنيجي بنعطي organism serum بيحتوي على antibodies جاهزين هيدي طريقة لإنقاذه في حال هو ما اخذ الفاكسينيشن مثلا او هيدا التوكسين كتير قوي ممكن يقدر شو يعمل ممكن يقدر يقتله هيدي الطريقة يا جماعة طريقة جديدة منسميها شو منسميها سيرو ثيرابي منسميها سيرو ثيرابي وتستعمل اكتر شيء بالمناطق يلي فيها شو بالمناطق يلي فيها سنيك تعرفوا ليش تستعمل بالمناطق يلي فيها سنيك لانه السنيك بويزن will kill in 2 hours only خصوصا اذا كانت سنيك من النوع المرتب مثل الكوبرا مثلا الكوبرا بويزن kills in 2 hours طيب بالتو اورز جسمه بيلحق يعمل فاكسينيشن عفوا بيلحق يعمل انتي بوديز لا طيب شو الحل اوكي سامعيني كلكم هلا لانه حالكم شغله كثير مهمه بدنا بدنا نجيب السيروم من شخص كان من قبل معطي انه سم خفيف شوفي شو عملوا الساينتست جابوا نقطه صغيره جدا من البويزن تبع الكوبرا وعطوها للهورس ليش للهورس لانه الهورس البادي عنده اكبر فبيتحمل اوكي وبينتج مور انتي بوديز بنرجع بنعمل كولكتنج لهالانتي بوديز من الهورس بادي وبنخبيهم بالثلاجه وبنكتب عليهم كوبرا بويزن سيروم لما بيجينا شخص عضته الكوبرا منجيب هيدا السيروم نعطيه مباشرة ماشي الحال؟ بس ما بيأثر علينا لأنه هو حيوان؟ لا ما له علاقة الانتي بوديز انتي بوديز بيجي جسمنا بيفككهم لهول الانتي بوديز يعني جسمنا بيجي بيتعرف على هول الانتي بوديز انه هن شو؟ انه هن انتيجين ومنحاربهم منفككهم بس انا ما هذا المشكله اللي عندي الهدف او الهم الهم اللي عندي اني انقذت حياه الشخص yes. تمام مشان هيك هيدي اكثر شيء مشكله واجهوها وين بانديا عندهم كثير من الكوبرا سنيكس فكتير عم تعض الناس وعم تسبب لهم الدث هلا شو عم يعملوا بانديا عم يجيبوا هيدا السم عم يخففوه وعم يشربوه للولاد الصغار كرمال جسمهم يبلش يعمل شو يعمل ميموري سيلز ضده بشكل انه مع الوقت يصير في عندهم نوع من الاميونيتي اوكي يصير عندهم نوع من الاميونيتي اوكي تعالوا نقرا هلا هيدا البوكس عن الفاكسين ونعمل اخر شيء كومباريزن بين الفاكسين وبين السيرو ثيرابي يلا مين بيقرأ لنا هيدي البارت؟ Base of immunological memory يلا فاكسين نعم وين بقرا؟ من فوق Base of immunological memory يلا فاكسين it is what vaccine it is what it is the introduction of either attenuated or weakened microbe or inactivated toxoid these antigens are immunogenic يعني foreign but not pathogenic harmless
It leads to the formation of memory cells and thus to the creation of immunological memory that are used in any future secondary response. فالفاكسينيشن ببساطة إعطاء الشخص يا أما weak microbe bacteria أو toxoid toxin مخفف لحتى يعمل memory cells ويصير في عنده immunological memory. Secondary response is more effective than the first response because it is faster, more amplified, and more persistent بضاين فترة أطول. Due to what? Due to the fact that the memory cells are more numerous and more differentiated in the secondary immune response than in the primary immune response. طيب. Importance of vaccination decreases the rate of frequency of disease and thus decreases mortality rate among newborn. منخفف نسب الإصابات ونسب الوفيات بالحديثي الولادة. فإذا قلنا the importance of vaccination is decrease the rate or frequency of disease and thus decrease mortality rate among newborn. طيب. It immunizes and protects the organism against life form, virulent powerful form of the antigen or its toxin. هلا بدنا نعمل comparison سريع ما بين السيروثيرابي يلي حكيناها وما بين الفاكسينيشن. اوكي. بدنا نعمل comparison ما بين السيروثيرابي يعني انه نعطيه سيروم بيحتوي على انتي بوديز جاهزين وما بين الفاكسينيشن نعطيه توكسويد او نعطيه الويك مايكروب. طيب يلا مين بيقرا معنا هول اخر شيء هالبارت؟ استاذ the importance of vaccination؟ لا اللي تحت التيبل. اوكي summing up. Therapy and the nature of injection فيها تكون إذا هي سيروثيرابي already prepared antibodies بينما بالفاكسينيشن يعني توكسويد attenuated toxin أو توكسويد تماما ال origin of antibodies produced بالسيروثيرابي exogenous from another from another recovered animal تماما أما بالفاكسينيشن made by the vaccinated body. Okay. Type of immunity. بالسيروثيرابي بتكون passive immunity أما بالvaccination بتكون active immunity. الأولى immunity from outside the body سميتها passive. الثانية من الانسايد اسمها active. Yes. طيب latency أو delay بالسيروثيرابي. A few hours أما بالvaccination 10 days. هيدي advantage. Protection duration. With serotherapy 2 weeks, short immunity, with vaccinations, long immunity, 7 weeks. Exactly. The objective with serotherapy. Serotherapy curative during infection. تماما to cure. أما هونيك. Prevention before infection. صحيح. The memory property with serotherapy بيعمل لي memory شيء. لا. لا. The vaccination. Yes. Okay. The vaccination. Yes. اوكي شفنا الفرق بيناتهم بين السيروثيرابي وما بين الفاكسينيشن فاذا احد انواع على فكره السيروثيرابي when the mother feeds the baby with milk المذر ما عم تعطي البيبي ميلك تعطيه بنفس الوقت هي انتي بوديز مشان هيك البيبيز يلي هن fed by natural milk, mother's milk, بيكون عندهم higher immunity than children that are fed by bottle milk أو powdered milk. لأنه الأول عم ياخد من المذر antibodies. بتكفي لها few months. طالما عم ياخد milk عم ياخد antibodies. أوكي فشغلة كتير مهمة هي اللي بسموها اللاكتيشن يعني feeding the baby with milk from the mother شفنا الفرق هلا بين السيروثيرابي والفاكسينيشن طيب do you have any question
Clear? فإذا please copy the answers on your books and review them very well. Okay, don't forget, copy the answers on your book and review them very well. يلا, thank you for your attendance. سلام عليكم.